أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء على الهواء في إطار الثقافة والفنون والفلكلور، في إطار إنه الثقافة لقى للسلام، لقى للتعافي، لقى للتسامح والتعافي والتجامع ما بين الشعوب. قاع على هذا الإطار في هذه اليوم، وخصصنا لكم هذه الحلقة المميزة جدا مع ضيفتي اللي منوراني في الاستديو، سعادة الوزيرة نادية أروب دودي، وزيرة الثقافة بدولة جنوب السودان. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بك، شكرا جزيلا على الفرصة دي، وبسلم لكل حد برا هناك في مصر وفي جنوب السودان دلوقتي. دكتور نادي، صراحة أنا كروزينة سعيدة جدا على تلبية حضرتك للدعوة ووصولك لقناة الصحة والجمال وبرنامجي المتواضع لقاء على الهواء. أنا بتشكرك، وأنت ضيفة عزيزة علي ومنورة مصر وكل الناس أكيد. شكرا لك. في البداية حنتكلم دكتور نادي عن علاقة الدولتين، علاقة جنوب السودان ودولة مصر العربية، هي علاقة بالفعل وطيدة، علاقة تاريخية، علاقة إرثية، يعني بيننا يعني توافق في حاجات كثيرة جدا، فإحنا حنتكلم في الإطار ده في الأول، وبعد كده حنتكلم. اولا حاجه عايزه اشكرك تاني بالفرصه اللي انت اديتني لها عشان اجي وبرضو انور ناسنا في جنوب السودان وناسنا في مصر هنا، ودي فرصه جميله جدا في 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 في, في الوقت اللي احنا قاعدين فيه هسه. السؤال اللي انت سالتيها بالعلاقات بتاعنا مع الدولتين، علاقه جمهوريه مصر وجمهوريه جنوب السودان، هي علاقه واسعه جدا، علاقات اجتماعية، علاقات ثقافية، علاقات سياسية، علاقات اقتصادية. احنا عارفين طبعا مصر كان رئاسة، اخر رئاسة بتاع الافريكان يونيون، بمعنى في حاجات كتير بتجمعنا مع بعض من قبل ما نحن مصر تاخد رئاسة بتاع افريكان يونيون. مصر كان مهتمة بجنوب السودان في علاقاتها دائما وساندة، وحتى في الفترة بتاع الحروبات مصر كان واقفة معنا، فدي علاقات مغدرة جدا، نحن مغدرينها من على مستوى بتاع الرئاسة حتى على مستوى بتاع الإنسان الجنوبي. فالعلاقات دي برضو عايزين نربطها كويس اجتماعيا وثقافيا، لأنه احنا عارفين انه ثقافة هي عالية بتجمع الشعوب. بمعنى العلاقات ان احنا ربطناها بين الدولتين، عايزين برضو نخليها علاقات مربوطة ثقافيا، انه نتبادل ثقافاتنا كدولتين، وده اهم شيء بالنسبة لي انا كوزارة بتاعتي، انه كيف ادعم العلاقات التي تمت ربطها من قبل رئاسة الدولة في جنوب السودان وجمهورية مصر العربية. بكل تأكيد دكتورة نادية، جاء على ذلك يعني أيضا يوضح ذلك لقائك مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لجمهورية مصر العربية، ده بيدل إنه في 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 ترابط، في نسيج اجتماعي ما بين الدولتين. هل اتفقتما على توطيد العلاقات وتبادل الثقافات ما بين الدولتين في لقائك مع الدكتورة إيناس؟ والله لقائي مع دكتورة إيناس هي مشكورة جدا، أدتني فرصة إني ألاقيها وبرضو أناقش معها مواضيع بتختص بالثقافة بين الدولتين. طبعا نحن كوزارة الثقافة منذ تعييني في وزارة من 2013 استمرينا إنه نحاول إنه نربط العلاقات، يكون عندنا علاقات كوبريشن اجريمنت بين الوزارتين. فالكوبريشن اجريمنت ده هي الاساس بتاع انه كيف نحن نقدر نربط العلاقات بين الدولتين ثقافيا. فالاجتماع كانت مثمره جدا، نحن اتكلمنا فيه وتحدثنا فيه حاجات كثيره، ما فيهم التدريب وما فيهم انه كيف انه تاهيل الشباب في مجالات مختلفه، مجالات الثقافه، السينما، المسرح،
المتاحف برضو، انه كيف ان احنا نقدر انه نبني متاحف بتاعنا في دولة جنوب السودان، لان احنا عارفين الموروثات والعادات والحاجات اللي احنا القيمة اللي بنورثها لازم نحافظ عليها. ايوه، ويكون ارث محفوظ أيوة لاجيال يكون المستقبل، ارث محفوظ لاجيال المستقبل. فكان الاجتماع مقبولة جدا، ونحن ختمناه انه هتكون في شغل هتتعمل، توثيق هتتعمل بإذن الله لعمل بتاع التاريخ بتاع جنوب السودان والحاجات الثقافية. هيقوم إعلاميين من هنا عشان يعملوا الشغل ده، وبرضو ان احنا عاملين هسه قاعدين نجهزوا في المهرجان الأول للسلام في جنوب السودان. برضو من ضمن الحاجات ان احنا دعونا جمهورية مصر العربية، هي سفارة الوزارة، عشان تكون ضيف الشرف، فهي برضو لبت قبلة الدعوة بتاعنا. هيكون قريب عشان كورونا فيروس، فنحن وقفنا الاكتيفيتيز. إن شاء الله شهر 5 نحن هنقيم المهرجان ده، فهي هتكون هي نقطة الانطلاق بين شعوب مصر وشعوب جمهورية جنوب السودان. هيكون في برضو تمثيل من جمهورية مصر العربية يشاركوا في المهرجان دي. فبفتكر إنه عشان نربط العلاقات عايزين نحن كوزارتين أيوة. دولتين نتأكد إنه فعلاً نحن قادرين نعمل حاجة في المجال الثقافي، عشان نقدر نربط ما بين الدولتين وربط ثقافتين أيوة. مع بعض، ونعزز العمل العملو ده رؤساء بتاع دولتين بكل تأكيد. حنتكلم بصفة خاصة دكتورة نادية وحبها لمصر، يعني عندك حب كبير لمصر، فترجمي لنا الكلام ده قبل احنا ندخل للسؤال بتاع دكتوره ناديه ومساندتها وتشجيعها للمراه ووقفها مع المراه جنبا بجنبا على طول. انا اصلا حبي لمصر بيترجم انه قبل ما اجي مصر بيترجم في انه انا كنت بتفرج افلام مصريه كثيره. جميل. فاداني امبريشن او اداني الانطباع انه الكلام اللي بيطلع منهم هي حقيقه المعاش. وفعلا بعد ما جينا مصر فيزيكالي عرفنا انه الكلام اللي بيتقال في المسرح وفي السينما هي كلام بيتعاش. اذا قال لك لا معناه لا، واذا قال لك لا نعم معناه لا نعم. فحبي لمصر يعني حب كبير جدا، لانه هم مصريين بيحبوا بلدهم. ايوه، فده من ضمن الحاجات اللي خلاني انه احب مصر، لانه أيوة. عشان انت تبقى انسان 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 لازم تحب بلدك، عشان تعمل على تغيير أيوة. وتعمل أيوة. على تطوير ونمو أيوة. بلدك لابد أيوة. انه يكون في حب من ابناء أيوة. الوطن، لانه هم أيوة. هم مقيمين وطنهم بكل تأكيد. حتى بيقولوا مصر أم أيوة. ومصر فوق الجميع على طول، مصر يعني فوق الجميع. فدي حاجة يعني خلاني فعلا إني أحس إنه الإنسان المصري إنسان بيحب بلده أيوة. وأنا تعلمت تجارب كثير من مصر، ما فيهم إنه وحدة الشعوب مع بعض أيوة. وتكاتف مع بعض، وبرضه الاهتمام نظرا على اللون أيوة والثقافات أيوة والإرث أيوة أيوة ومختلف الـ 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 الاديان حتى أيوة يعني حتى حبهم موجودة. حتى حبهم أيوة لدولتهم مش عايزين حد يتدخل أيوة بيناتهم أيوة. فهم عارفين يحلوا مشاكلهم ازاي، وعارفين هم برضه يتكاتفوا فوق الانسان البسيط يرفعوه ازاي، والانسان البسيط يتعايش ازاي. فبالنسبة لي حب جمهورية مصر العربية هتستمر، وإن شاء الله أنا بستفيد حاجات كثيرة ممكن إنه أخدم بيها الدولة بتاعي من خلال الوزارة. في حاجة برضو يا دكتور، يعني إحنا مؤمنين بالحاجة دي تماما، إنه كل ما إحنا دعينا لربنا ربنا قريب وبيستجيب الدعوات. فشعب مصري دايما داعي لمصر، إنه مصر محفوظة فربنا دايما بيستجيب. فنتمنى من كل الشعوب وبصفة خاصة دولتنا جنوب السودان إنه يعم السلام والاستقرار وحب أبناء الوطن للوطن، لأنه دايما الوطن للجميع وليس لي فرد أو أفراد بعين الاعتبار. حندخل في سؤال دعم الدكتورة نادية للمرأة ومشاركتها دائما في المحافل التي تخص المرأة. وعلى صعيد المثال لاحظنا يعني الكلام ده، وحضرتك جيتي من جوبا، كان مشاركتك لليوم الثقافي لتجمع التبرعات لرابطة أبناء النوير، فحدثينا عن
الدعم بغض النظر عن انك امراه، بس في حب كبير وفي دعم كبير يعني. حتى انا بلاحظ انه في حب من بعض السيدات او عامه سيدات جنوب السودان للدكتوره ناديه، بغض النظر عن التواضع والحاجات الجميله الموجوده في حضرتك. تفضلي. اولا حاجه انا دايره هي المراه الجنوبيه جمهورية مصر العربية الجالية الجنوبية، أنا دايرة أحييهم ودايرة أقول لهم إنه مبروك ليكم بوحدتكم وبعملكم، إنه يوم من الأيام هتستقروا في دولتكم، ودولتكم هتبقى على، حتى ولو نحن دولة صغير هنمشي لقدام، وبرضو وجودكم في مصر أنا بتمنى إنه بيكون استفادوا الحاجة الكويسة اللي ممكن ياخدوها. فكل دولة لها أعدادها وتقاليدها، أنا متأكدة الإنسان المصري له أعداد بتاعه وتقاليد بتاعه، في حاجات معينة نحن هناخدها تتماشى مع تقاليدنا. فأنا بالنسبة لي كمرأة أو كليدر في دولة زي دولة جنوب السودان، دولة صغير بيحتاج إنه نتكاتف مع بعض ونستفيد من بعض. فأنا كوزيرة بتاع الثقافة في وزارة بتاع الرعاية الاجتماعية، هي كل المرأة والجندة بتنزل تحته، لكن أنا بالنسبة لي كان مهم جدا لأنه علاقتي مع مرأة، مع عمل بتاع المرأة ما بدت إنه من هسه، بدت وأنا كنت صغيرة خالص. فأنا بحب دائما أكون مشاركة في الحاجات اللي بتهم المرأة. فنحن لما جينا وشاركنا المرأة الجنوبية، هي مرأة جنوبية من منطقة النوير الكبرى، كان مهم جدا عشان نجي نشاركوهم وبرضه ندي يد العون لهم عشان هم يقدروا يعملوا اكتيفيتيز بتاعهم. فناشدتهم كثير وشجعتهم كثير انه كيف يبقوا ستيل سترونج، يكونوا مواصلين انه في قوتهم وفي في الترابط بتاعهم. وبرضه هم يفكروا انه شنو بعد ما يطلعوا من هنا يرجعوا جنوب السودان هياخدوا شنو معاهم. فكان مهم خالص تواجدنا معهم. فانا وعدتهم انه في الكلاس اللي انا قاعده فيه وزاره بتاع الجنده وفيه وزاره بتاع اليوث اند سبورت، فكل الحاجات ده انا هشيلها كتقرير واحطه في الترابيزه بتاع الحكومه عشان نشوف ده شنو بالظبط كده الحكومه عايز، وده شنو احنا عايزين جمهوريه مصر كحكومه عايز يساعد برضه المراه في جنوب السودان في جمهوريه مصر، لانه المراه لها دور كبير في العلاقات الاجتماعية. هي دايما بتساهم وهي دايما بتساند، يعني هي لها زي ما حضرتك قلت حضور. مع دخول التكنولوجيا والعادات الدخيلة، كيف ستعمل وزارة الثقافة على الحفاظ على الإرث التاريخي وحتى اللهجات المحلية من الاندثار والضياع؟ طبعا التكنولوجيا بالنسبة لنا أنا ممكن أقول إنه ضار ومفيد. جميل. نحن كدولة صغير طلعنا أخذنا إندبندنت بتاعنا في 2011 ومنه على طول واجهنا التكنولوجيا، وكان عندنا النقص في التعليم. النقص في التعليم من ضمن الحاجات اللي تأثرت فينا هي نقص في التعليم في جنوب السودان، التعليم ضعيفة في جنوب السودان، وده من الأسباب اللي خلانا إنه نحن نكون منفصلين ونقدر إنه نقدر نرفع التعليم دلوقتي في جنوب السودان أعلى من قبل 2011. فالمواجهة والصدمة الحضارية اللي حصل في التكنولوجيا بالنسبة لجنوب السودان اتأثرت إنه اليوز للتكنولوجيا بقى عندنا استخدام خاطئ. منحرف. أيوة. استخدام خاطئ، وده دور بتاع الإعلام عندنا، وده دور بتاع الثقافة، وده دور بتاع الشباب إنه نحن نعمل توعية. ما في حاجة نحن نقدر نعمل بو بريشر إلا نعمل توعية. فالتوعية بيساعد إنه يا جماعة نحن التكنولوجيا بالنسبة لنا نافع مش ضار. نافع في ناحية إنه تلين إنك تجمع تعمل تعمل التواصل يعني ما بين الشعوب، تتواصل أيوة. مع الدول الثانية، حتى جعل العالم غريبة. أيوة. صغيرة. حتى التكنولوجيا مهم خالص في الاقتصاد. ايوه بعد شويه في جيل حيكون انه بس بيتعامل مع التكنولوجيا. ايوه في وقت حيجي احتمال انا وانت ما 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 نواجه بعض، حنتعامل بالتكنولوجيا. وبدت أيوة. هسه أيوة. بدت في كورونا فيروس ونحن ما عارفين حتحصل ايه. ايوه في هسه اجتماعات وعمل شغل اقتصادي وشغل اجتماعي وشغل ثقافي بقى عاملينها عبر التكنولوجيا. فبالنسبة لي كجنوب السودان أنا برضو بطلب مساعدة من دول اللي تقدمت أيوة. positively إيجابياً
في التكنولوجيا يساعدونا، لأنه ده هيساعد كتير. فجمهورية مصر هم الدول اللي اتقدموا برضو في التكنولوجيا، نحن برضو هنستفيد من الحاجة ده من خلال الوزارة، وده من ضمن الحاجات برضو ونحن ناقشناه ونقدر برضو، وأنا وده من ضمن الحاجات اللي ناقشتها مع النساء إنه كيف يقدر يستخدم التكنولوجيا آلية ممكن. أيوة ممكن مفيدة. إحنا تعليم من عبر التكنولوجيا. أيوة يعني أيوة في ناس كثيرة. أيوة يعني في تعليم حرفيات. أيوة في تعليم. أيوة حتى للغات اللي إحنا محتاجين لها أو أيوة حاجات كثيرة مختلفة. أيوة فالتكنولوجيا أيوة زي ما حضرتك قلتي أيوة إنه في حاجات في سلبيات وفي أيوة إيجابيات. أيوة لكن إحنا مفروض نستخدم الإيجابي أيوة أكثر من أيوة السلبي. دكتورة نادية، تعزيز السلام بالقوة الناعمة وترجمة السلام ما بين شعوب العالم، كيف سنعمل على هذا؟ السلام، أي زول بيتمنى السلام حتى ولو ما عندكم هروبات، كل زول بيتمنى السلام، لأنه السلام هي الاستقرار، استقرار الأسرة، استقرار الاجتماع، استقرار الدول. فنحن بالنسبة لنا الجينة من باك جراوند بتاع a lot of conflicts، يعني مشاكل كتير من كم وخمسين حتى يوم الليلة، السلام بالنسبة لنا بنشوفه مستحيل، لكن ما في حاجة مستحيلة، لأنه في القلوب أصلاً بنتنادي عن السلام. بالتأكيد. فأنا بفتكر دعم الدول جنوب السودان للسلام مهم. أيوة. دولة كجمهورية مصر العربية لعبت دور كبير في سلام جنوب السودان برضو، ونحن بنشكرهم بنديهم صوت الشكر نيابة عن الحكومة. وبرضو في دول الجوار جوارنا ما فيهم أول دولة السودان برضو دعموا السلام والسلام واستقرار جنوب السودان، استقرار جنوب السودان. فأنا ممكن أقول حسا جنوب السودان مستقر، حسا مستقر لكن عايز دعم برضو. أيوة عايز دعم ومتابعة، إنه أنت مثلا جيرانك ممكن يكون عندهم مشكلة وأنت حاولت تتدخل وتخلق سلام من خلالهم، وهم يقبلوا من قلوبهم إنه نحن جبلنا سلام، لكن أيوة برضو عايز منك إنك تتابع وتشوف هم محتاجين لشنو. أيوة عشان يدعم السلام ده. فسلام هي كلمة من ربنا، ما في أي حد ممكن يقول إنه ما عايز سلام، لأنه كلنا نحن مخلوقين من ربنا. فسواء كان أنت وثني ولا بتعرف ربنا، كلنا بننادي عن السلام بمختلف كل الأشياء. أيوة الموجودة عندنا إحنا. أيوة بكل تأكيد. أيوة بالنادي للسلام والاستقرار وبنحوض دولتنا إلى الارتقاء والأمام بكل تأكيد. دكتور نادية، مع وجود 64 قبيلة في دولة جنوب السودان، كيف سنعمل على ربط النسيج الاجتماعي مع وجود اختلاف العادات والتقاليد مع هم فعلا دولة واحدة وشعب واحد، بس أكيد باختلاف الإرث والتقاليد، فكيف احنا سنعمل على دمج القبائل في 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 صوت واحد اللي هو جنوب السودان والثقافة والارتقاء للأمام؟ والله ما سهل انك تربط 64 قبيلة، وانا متأكد في دول العالم في اكثر من قبائل، اكثر من قبائل جنوب السودان. فربطهم لانه هم برضو بتأثر بالمواقع الجغرافية. زمان نحن في جنوب السودان في ناس كان من جريتا بحر غزال ما عارفين ناس من إكواتوريا، بالنسبة لناس اللي ما عارفين مثلا قبائل بتاع جنوب السودان أو ولايات جنوب السودان. أيوة. وكان في ناس في جريتا أبا نايل وهم ما عارفين ناس في جريتا إكواتوريا ولا عارفين ناس في جريتا بحر الغزال. أيوة. لكن الموفمن شفت الهروبات دائما بيخلق تعارف برضه. أيوة عشان الناس الهجرة. بتتنقل. أيوة الهجرة وبرضه تكنولوجيا لعب دور، لأنه في دول أنا ما كنت أعرفهم وعرفتهم، وزن جنوب السودان في مناطق كنت ما أعرفهم وعرفتهم. فنحن في من خلال السياسات العامة والخطة العامة للثقافة في دولة جنوب السودان نحن شغالين فيه، وحاسة إنه كيف نقدر نجيب الـ 64 قبيلة مع بعض ونشوف الـ 64 قبيلة بطاقتنا شنو. أيوة. وشنو نحن قبائل من قبائل، شنو اللي بلمنا مع بعض عشان نقدر نقول إنه ونحن جنوب واحد. أيوة. ونحن إرث واحد ونحن ثقافات واحد. فعلا واحدة. في قبائل لهم ثقافات مختلفة شوية، لكن برضو ونحن بنرجع وبنقول إنه في حاجة في الإطار الكبير بعض اللي هو. أيوة دولتنا جنوب السودان. فنحن حس 64 قبيلة كداتا نحن خطيناه في السياسة العامة عشان نقدر نشوف نجيبه مع بعض.
نجيبه مع بعض من كل الأفكار مع بعض ونجيبه مع بعض، عشان برضو أنا ما ممكن أكون إنسان جنوبي في حتة وفي إنسان جنوبي تاني في الولاية تاني مش عارفين بعض. أيوة ده محتاج جدا إنه من خلال الثقافة، ما في حاجة هيلموا مننا إلا الثقافة. أيوة نجيبه مع بعض ثقافيا، هم يورونا ثقافيا كحكومة عايزين. أيوة عايزين ذلك. أيوة ده كمان بيقودنا لحب الوطن. أيوة بيقودنا لأنه أيوة إحنا يعني أيوة حنكون أيوة أبناء الوطن الواحد. أيوة اللي هو جنوب السودان. أيوة اللقعة أيوة اللي بيلمنا كلنا. أيوة لأنه اللي بيهمنا كله ده الأيدنتيتي بتاع جنوب السودان أو هوية بتاع جنوب السودان. لما أنت تشوفيني في سكة ناهيك من لوني، ناهيك من الطريقة بتاع كلامي. أيوة ناهيك إنه أنا بعرف روتانا اللهجات المحلية، أنت حتعرفي أوتوماتيكلي إنه أنا من جنوب السودان. مصري هيعمل ريكوجنيشن لواحد من جنوب السودان انه من جنوب السودان، لانه حتى المصريين هسه في ناس لما يلاقوا يقولوا يلقوا جنوبيه مثلا زي لوني كده حينادوك طوال يقولوا لك انت من نيجيريا. طيب ففي حاجات كده عايزين نوري للعالم انه جنوب السودان حاجه مختلفه. فأنا جد متفاعلة جدا إنه في الوزارة دي إنه الحكومة هتعمل حاجة. بكل تأكيد هتعمل حاجة وفي همة يعني. أيوة يعني أنا آخر كان لقاء مع دكتورة نادية في جامعتنا مناسبة، شفت الهمة وشفت الاهتمام لدكتورة نادية بنهوض دولتنا بجنوب السودان للأمام. أنا صراحة بتمنى ذلك، وإحنا كأبناء جنوب السودان بنضم صوتنا ليك وبنساندك، وإحنا دائما جنبا مع حضرتك. هنسأل دكتورة نادية آخر سؤال الكنترول بشاور لنا، اللي هو دعوة جمهورية مصر العربية للمهرجان الثقافي لتكون دولة مصر ضيفة شرف للمهرجان الثقافي لدولة جنوب السودان. حدثنا عن ذلك. نحن عملنا دعوة أنا عملت دعوة فيربولي شفويا للوزيرة ورجوعي وراء جنوب السودان. في اليومين الجاية أنا هعمل دعوة رسمية عشان هي برضو تحاول ترتب نفسها مين اللي هيمشي معها. وفي حاجات نحن برضو قلناها في الاجتماع انه تكون من جزء من زيارتها لجنوب السودان، وهتكون زيارة غيمة جدا لانه وجودها في جنوب السودان. وانا كلمتها قلت لها وانت جاية جيبي معاكي حاجة مربوطة بعادل امام، لانه عادل امام ده فناننا في جنوب السودان من رئيسنا لحد اخر زول عادل امام. تحيه لاستاذ عادل امام. انا لقيت فنانين كثير في وجودي في مصر، زيارتي كثير في مصر لقيت فنانين كثير، بس انا ما كنت محظوظه اني ما القى استاذ عادل امام. فانا بتمنى انه اشوفه فيزيكالي وبرضو أشوف شغله في جنوب السودان قريبا إن شاء الله. بكل تأكيد دكتورة نادية، إحنا يعني بصوتنا وبصوت جمهورية جنوب السودان الحبيبة التحية للشعب المصري حكومة، والتحية للشعب المصري حكومة وشعب بكل تأكيد، ولفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دائما خالق الترابط والنسيج الاجتماعي ما بين الدولتين. صراحة أنا سعيدة كل السعادة حضرتك عندك اليوم، كنت ضيفة عزيزة ومشرفانة في البرنامج، وبتمنى أنه ألتقي بك أكثر وأكثر بكل تأكيد، وبشكرك على حسن التواضع وتلبية الدعوة دكتورة نادية. شكرا جزيلا. أنا برضو ده ردي تحية خاصة نيابة أنها حكومة جمهورية جنوب السودان للرئيسنا في جمهورية مصر العربية سيسي، وبرضو بنقوله تحيات بتاع رئيسي جنرال سلف كير ميادين، وبقول له شكرا جزيلا على دعمك المواصل لإنسان جنوب السودان، وأنا محتاج برضه هو يكون مواصل في دعمه لإنسان جنوب السودان في جمهورية مصر العربية. بكل تأكيد. لغاية هنا أعزائي المشاهدين، إحنا وصلنا إلى ختام حلقتنا. بكل تأكيد أنا بشكر اليوم الطاقم العامل بقناة الصحة والجمال، وتحية خاصة لمدير التسويق لبرنامج لقاء على الهواء الأستاذ محمد الملكي، وكل الذين العاملين بهذه القناة المتواضعة. إلى اللقاء، استنوني الأسبوع الجاي حلقة جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء.